كاريزما برج السرطان بسرعه، عاطفي كتوم، ده بقى البرج اللي بيدي كتير ومعطاء كتير وبيحب كتير. ام الابراج. السرطان اسمه ام الابراج ليه؟ لانه هو بيوزع حب على ال 12 برج. حبيبي يا كيوت. بيتاثر باقل حاجه، كل اللي حواليه ويتعس نفسه. ده حقيقي، بيتاثر باقل حاجه، حساس جدا، معطاء كريم، رومانسي، حنون، بيستنى الناس تعامله بنفس الطريقه اللي بيعاملهم بيها. بيتاثر قوي لما حد بيخذله، عنده حب فظيع، بيهتم بتفاصيل الناس اللي بيحبها، بيعرف قوي يحتوي ويساند ويدعم اي حد محتاج له. لما حد بيعامله بطريقه تضايقه بيزعل جدا ويبعد من غير ما يقول لك، لانك المفروض تعرف لوحدك. بيضحي براحته عشان الناس اللي بيحبها، حبه عميق مش سطحي. لما بيزعل بيبعد وبينطوي وبينعزل لغايه ما يخرج من مود الزعل. ما بيحبش يشيل حد همه خالص، بيحب يبقى خفيف، وما بيحبش يكون لود على حد. بيعشق الذكريات وبيعيش في الماضي كتير. للأسف. بيعيش في المدينه الفاضله اليوتوبيا، بيفتكر التفاصيل الحلوه والوحشه، مش بينسى لك اي حاجه خالص. يعني مش قلبه اسود بس هو ذاكرته قويه جدا. حساس جدا، واي حاجه بتاثر فيه بيحب يفرح الناس اللي بيحبها. بيعرف يهتم، ما بيحبش يأذي حد، صعب يعترف بحبه خالص. ممكن يلمح لكن صعب يعترف اعتراف صحيح، شكاك شويه، دايما اختياراته غلط، دايما يقع في حب الشخص الغلط. بيحب اصحابه وبيدافع عنهم بايده واسنانه، بيحبهم بطريقه غريبه وبيجي على نفسه عشانهم. عيلتها واصحابها دايما هم اهم اولوياتها. بيحب بيته جدا، مش بيحب السفر قوي. الناس بتفتكره مغرور لكنه مش مغرور، هو ما بيبقاش واخد على الناس، هو مش مغرور. مش بيسامح اي حد يغلط في حقه بسهوله، لانه حساس جدا جدا، وقلبه ومشاعره غاليين عنده، فمش بيسامح بسهوله. عنده إيثار، ومن الشخصيات الموهوبه جدا. الايام بقى والالوان بالنسبه للسرطان، الازرقات، الابيض والموف، دي الوان الحظ. انا بحب الابيض والموف، بس كمان بحب الاحمر. الازرقات بدرجاتها. طبعا. الحجر اللؤلؤ وحجر القمر. اللؤلؤ وحجر السرطان رقم الحظ بتاعه 2. يوم الحظ 2. يعني ايه 2؟ يعني رقم الحظ بتاعك دايما حاولي تستخدميه لما تختاريه في اي حاجه. استخدم 2. هو رقم اللي هيجيب لك الحظ. خلاص. ويوم الحظ بتاعك اللي هو اكثر حظا هو يوم الاثنين.